السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، معكم الأستاذ محمد سيد من مدارس بدر تايجرز الخاصة. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض أول فصل قصة من قصة عقبة ابن نافع بعنوان بطولة مبكرة. طيب تعالوا يا أولاد ناخد فكرة عامة الأول عن عقبة ابن نافع. قال لي عقبة نشأ في بيئة صحراوية قاسية، تمام، مما يجعل منهم رجال أشداء أقوياء. البيئة الصحراوية، جبال ورمال وشمس حارقة، جعلت منهم رجال أشداء أقوياء يعتزون بالجرأة ويقتحمون المخاطر ويصنعون البطولات. طيب تعالوا نتعرف على أسرته هؤلاء. بيقول لي ولد الطفل في بيت والده نافع ابن عبد القيس الفهري. طيب والده ده يا ولاد احد اشراف مكة وابطالها المعدودين، خلاص سماه عقبة تيمنا يعني تبركا وتفاؤلا بهذا الاسم الذي يطلق على عدد من فرسان قريش الاشداء الاقوياء. طيب بيقول لي نشأ عقبة ابن نافع قبل مولد او قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة بعام واحد، يعني بعد ما ولد عقبة هاجر النبي بعد مولده بعام واحد. طبعا وكلنا عارفين النبي هاجر من مكة الى المدينة عندما اشتد ايذاء المشركين له ولمن آمن معه، فهاجر من مكة الى المدينة ليتحاشى اذى المشركين ولينشر الدين الاسلامي في بقعة جديدة من بقاع الجزيرة العربية. طيب بيقول لي بعد كده يا أولاد إن أول كلمات طرقت على أذن عقبة ابن نافع الفتح، الإسلام، الجهاد. تاني ثلاث كلمات: الإسلام، الجهاد، الفتح. طيب بيقول لي ليه كان أو لماذا سمعها يا أولاد؟ بيقول لي لأن والده كان من السابقين الأولين في الإسلام، يعني من أوائل المسلمين الذين دخلوا في الإيه؟ في الإسلام. برافو عليك. طيب وبيقول لي وكثيرا ما كانت تتردد هذه الكلمات على شفتيه وعلى شفتي كل من آمن بالله وإيه ورسوله. طيب بعد كده بيقول لي في السنة التاسعة من عمره خلاص علم بعودة النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى المدينة، خلاص بجيش قوي من الإيه من المسلمين يا أولاد ليفتح مين مكة. وهنا بيحكي لي الموقف العظيم اللي كلنا عارفينه خلاص يا ولاد عندما جمع النبي صلى الله عليه وسلم خصومه او جمع المشركين وسألهم ماذا تظنون اني فعل بكم، فقالوا ايه اخ كريم وابن اخ ايه كريم بالرغم التعذيب والايذاء له ولمن معه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فانتم الايه الطلقاء، برافو عليكم يعني الايه الاحرار. طيب فده الموقف ده بيدل على سماحة الدين الاسلامي وعلى مدى عفو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده يا أولاد خلاص بيقول لي نما عقبة وحب الجهاد يجري في دمه، خلاص. وطبعا مين اللي كان ليه الفضل في تكوين شخصية عقبة يا أولاد؟ ابن خالته اللي هو مين؟ برافو عليكم، عمرو ابن العاص. خلاص ده اللي كان ليه الفضل يا أولاد في تكوين شخصية عقبة، وده اللي حببه في الجهاد. قال لي لأنه كان كثيرا ما يجلس معه ويستمع منه إلى قصص البطولات التي كان يعني يقوم بها المسلمون أثناء فتحهم للبلاد الإيه المختلفة. بيقول لي تدرب عقبة مع الشباب المسلمين على المبارزة يعني القتال بالسيوف يا ولاد. قال لي واستطاع أن يجيدها ويتقنها خلاص، ولذلك كان يأمل عمرو بن العاص له مستقبلا باهرا وعظيما في ظل الخلافة الإسلامية زي ما قلنا لأنه في سن صغير وتعلم المبارزة وإيه وأجادها. طيب بعد كده يا أولاد كلف الخليفة عمر ابن الخطاب، طبعا الخليفة اللي هو الحاكم، حاكم المسلمين، نخلي بالنا من الأسامي دي. الخليفة عمر بن الخطاب كان خليفة وحاكم المسلمين وقتها يا أولاد، كلف عمرو بن العاص بفتح الشام. طبعا هنا عمرو بن العاص هيلجأ لمين او هيستعين بمين؟ برافو عليكم، بعقبة ابن نافع. ليه؟ زي ما قلت لك لانه يعني اجاد المبارزة خلاص، دي حاجة، وتاني حاجة لمهاراته الايه الحربية. فاستعان استعان عمرو بن العاص بعقبة يا ولاد في فتح الشام وجعله في مقدمة الصفوف، وقال لي ان عقبة
ابن نافع اظهر مهارة حربية خلاص وكفاءة تمام يا ولاد في اقتحام الايه الصفوف، واستطاعوا ان يفتحوا مين الشام، وكان سنه يا ولاد في الوقت ده 20 ايه عاما. طيب بعد كده خلاص هيكلف عمرو بن العاص ايضا بفتح مصر. طبعا فتح الشام كده بالنسبة لعقبة كان ايه يا ولاد اول امتحان له في الايه في الجهاد. بعد كده هيجي فتح او هيكلف عمرو بن العاص بفتح مصر خلاص، ويعني يستطيع ايضا عمرو بن العاص ان هو يستعين بعقبة ابن نافع، وبالفعل يا اولاد هيستطيع ان هم يفتحوا ايضا مصر ويظهروا من القدرة والكفاءة خلاص يا اولاد في فتح مصر، واستطاعوا ان يزيدوا من عدد الايه المسلمين. وبكده ده كان تاني اختبار لعقبة، علشان هنا هيسألني ما الامتحان الاول او ما الاختبار الاول اللي هو فتح الشام، والاختبار الثاني اللي هو ايه فتح مصر. برافو عليكم خلاص. وهنا يسألني يقول لي لماذا بقى اختار عمرو بن العاص عقبة؟ هل لصلة القرابة بينهما علشان يا ولاد هو ابن خالته؟ طبعا لا، برافو عليكم، وانما لايه لمهاراته الحربية، ولانه زي ما قلنا تعلم المبارزة وايه واجادها. طيب ده كده تلخيص للفصل الايه الاول، تعالوا مع بعض نشوف نحل مع بعض. طيب يلا يا ولاد الاسئلة مع بعض. في اي بيئة نشأ عقبة؟ قلنا في بيئة ايه ممتازين صحراوية ايه قاسية. طب هي ثراء علي جعلت منهم رجال، ها برافو عليكم، اشداء اقوياء يقتحمون المخاطر ويصنعون الايه البطولات. طيب لماذا سمي عقبة بهذا الاسم؟ هو مين اللي سماه بهذا الاسم؟ ممتازين الناس تصحى معايا مش عايز نوم. طيب مين اللي سماه بهذا الاسم يا ولاد؟ طبعا زي ما قلنا ابوه اللي هو مين؟ حد فاكر؟ ها ابوه كان اسمه ايه؟ برافو عليكم، اسمه نافع ابن عبد القيس الفهري. طب ده احد صعاليك مكة ولا احد اشراف مكة؟ ممتازين احد اشراف مكة وابطالها الايه المعدودين، برافو عليكم. طب سماه بهذا الاسم ليه؟ ايوه تيمنا بهذا الاسم الذي يطلق على عدد ايه على عدد قليل من فرسان مكة الايه الاقوياء، برافو عليكم. طيب متى ولد عقبة؟ ها مين اللي فاكر؟ ايوه برافو، متى ولد عقبة؟ قلنا قبل هجرة النبي بايه بعام ايه واحد. طيب لماذا هاجر النبي من مكة الى المدينة؟ زي ما قلنا ليتحاشى اذى المشركين وينشر الدعوة في ايه يا ولاد بقعة جديدة من بقاع الجزيرة العربية. طيب ما اول كلمات طرقت سمع عقبة؟ ها صحصحوا شوية، ايه اول كلمات؟ ايوه برافو عليكم، هما الثلاث كلمات اسلام والجهاد والايه الفتح، برافو. طيب ولماذا يا ولاد؟ زي ما قلنا لان والده كان من السابقين الاولين في الاسلام، يعني من اوائل الناس الذين امنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل ادرك معانيها؟ قال لي لم يدرك معانيها في صغره، ولكن عندما كبر خلاص ادرك معاني تلك الايه الكلمات. طيب كم كان عمر عقبة عندما فتح النبي مكة؟ ها فاكرين لما قلت لكم رجع فتح مكة بجيش قوي؟ طب فتح مكة يا ولاد أساسا كان 8 هجرية، وهو عقبة ده مولود قبل الهجرة بسنة، يبقى كان عمره كام وقت فتح مكة؟ برافو عليكم، 9 إيه؟ سنوات، صح كده؟ طيب تحدث عن موقف النبي مع خصومه يوم فتح مكة، زي ما قلنا قال لهم إيه؟ برافو، اذهبوا فأنتم الإيه؟ أطلقاء، وده قلنا يدل على تسامحه معه. طيب إيه صلة القرابة بين عمرو بن العاص وعقبة؟ ها؟ كان يبقى له إيه؟ ابن عمته؟ لا طبعا، برافو عليكم، ابن ايه خالتي. يلا وضح دور عمرو ابن العاص في نشأة عقبة وتكوين شخصيته، مش قلنا هو اللي حببه في الجهاد؟ طب الكلام ده ازاي؟ ها ايوه كثيرا ما كان يجلس معه ويستمع الى قصص الايه البطولات التي كان ايه يرويها، برافو عليكم. طيب ما الذي توقعه عمرو بن العاص بالنسبة لعقبة؟ زي ما قلت لك توقع ان هو يكون له ايه مستقبل او يكون بطل من ابطال الاسلام، زي ما قلنا لانه اجاد المبارزه يا اولاد وكان ايه ماهرا فيها. طيب بيقول لي هنا ما الفتحان، محددش بقى انا هقول مين قبل مين، بس تعالوا نقولهم بالترتيب، مين قبل التاني؟ فتح ايه؟ ها فتح مصر؟ لا طبعا، مين الاول؟ فتح الشام، صح كده، فتح الشام ده كان الامتحان الاول، وفتح مصر ده الامتحان الايه الثاني. يلا بسرعه بقى اشوف اللي فهم يحل معايا التقويم ده. يلا يا شباب كلنا مع بعض، يلا. نشأ عقبة ابن نافع في بيئة حضرية، حضرية يعني في المدن،
ها طبعا الكلام ده صح ولا غلط؟ انا سامع واحد عمال يقول لي اه صح ويهز لي في دماغه كده ان الكلام ده مظبوط، طبعا الكلام ده ايه؟ غلط. طيب رقم 2، نافع بن عبد القيس الفهري احد صعاليك مكة. ها انا فاكر انا قلت لك ايه؟ احد ايه؟ ممتاز، اللي بيجاوب ده احد اشراف مكة، يبقى الاجابة دي غلط. ولد عقبة بن نافع قبل هجرة الرسول الى المدينة بعام واحد، طبعا الإجابة إيه؟ صح، ممتازين. طيب تعالوا بقى للنقطة الأكمل دي، أسند الخليفة نقط، الخليفة خلي بالك من الأسامي يعني حاكم المسلمين. أيوة أنا سامع واحدة بتقول فعلا عمر بن الخطاب، ممتازة. لعمرو بن العاص فتح إيه وإيه؟ الشام ومصر، رائع. وكان عمر عقبة حين ذاك كام؟ 20 عاما، ممتازين. طيب عرف بطبيعة البيئة التي نشأ فيها عقبة، يعني كانت بيئة إيه؟ ها لسه حلينها فوق وقلناها من شوية، أيوة كده الناس ما تنامش، قلنا بيئة صحراوية زي ما قلنا قاسية، صنعت منهم رجال إيه؟ أشداء أقوياء. طيب ما أقول الكلمات التي سمعها عقبة؟ إيه؟ مستغربين ليه؟ إيه الكلمات اللي سمعها؟ ممتازين، إسلام جهاد فتح، برافو، أدرك معانيها عندما إيه؟ عندما كان. بكده يا أولاد نكون وصلنا لنهاية الفصل، إن شاء الله الحصة الجاية لما ندخل في الفصل الثاني هبقى أراجع الفصل الأولاني، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.